بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من ترند يلا كورة وتحليل مباراة طنطا والزمالك. بداية سيئة الكارتيرون وتصحيح للأمور وجادة كويسة جدا جدا في التغييرات في نهاية المباراة. بداية غريبة لكارتيرون في وجهة نظري، صحيح الفريق كان متضرر بالغيابات خصوصا في نص الملعب بغياب الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي للإيقاف. طارق حامد كان مطرود وفرجاني ساسي واخد إنذار الثالث، فاضطر ان هو يغير اتنين مرة واحدة. اوكي، لكن فكرة انك تلعب بيه محمد حسن ويوسف اوباما وتسيب محمد حسن لوحده في نص الملعب كهاف ديفندر وحيد، ربما تبقى كانت يعني امر صعب جدا على اللاعب ان هو يبقى لوحده في المركز ده. الحاجة التانية انك عملت تغييرات كتيرة وريحت، انت استغليت قلت بقى ايه مباراة فيها ايقافات فاكمل انا وادي راحة لعدد من نجوم الفريق عشان مباراة متتالية. اوكي، ده قد يكون مقبول منطقيا، لكن فعليا الفريق تضرر بهذا الكم من التغييرات، وحصل كان فيه هزة واضحة جدا في كل الخطوط، في كل الخطوط كانت موجودة في نادي الزمالك، حتى في مركز حراسة المرمى اللي انت في وجهة نظري برضو حط محمد صبحي الحارس الواعد الناشئ في ضغط شديد جدا في مباراة صعبة على ملعب صعب قدام فريق اكيد طبعا عارف ان هو هيستغل الغيابات في نادي الزمالك وهيحاول ان هو يعتمد على التسديدات البعيدة على حارس صغير في السن، بخلاف طبعا ان كان في مشاكل زي ما قلت في خط وسط نادي الزمالك اللي محمد حسن على الورق كان في اتنين في خط الوسط، محمد حسن ويوسف اوباما، لكن في الحقيقة محمد حسن كان هو لوحده في نص الملعب لنادي الزمالك. رغم حتى التقدم 1-0 ما كانش حد حاسس ان نادي الزمالك هو المتملك سير المباراة، لان نادي طنطا كابتن ايمن زين حاطط له 3 في نص الملعب. معظم الكرات التانية اللي كانت بتقع في المنطقة دي كانت على طول بتروح للاعيبة نادي طنطا، مساحة شاسعة كبيرة قوي كان خسرها نادي الزمالك في نص الملعب بسبب الاعتماد بس على محمد حسن، لعيب كويس جدا والباسنج عنده عالي جدا، لكن صعب جدا في ماتش زي ده والضغط العصبي اللي على الفريق في الفترة الأخيرة ان هو يقدر يتحمل الضغط من 3 لعيبة من لعيبة نادي طنطا، فريق عارفين ان هو بيلعب باسلوب قريب لاسلوب نادي حرس الحدود، بيلعب باسلوب لحد ما قريب من طريقة نادي انبي كابتن حمد الله كابتن العشري، نفس الاسلوب بتاع الدفاع المنطقة والزون ديفنسور اعتماد هجمات مرتدة والفريق كله واحدة واحدة بيرجع يدافع وبيعمل زون ديفنسور، حتى شفناه بعد الهدف الثاني. صعب جدا ان محمد حسن كان يعني يقبل يقدر يقدم كتير في الاختبار ده، عشان كده الزمالك في الشوط الاول كان ما بيقدرش يطلع بالكرة بسهولة من نص الملعب، وكان على طول بيلعب الكرات الطولية اللي اكيد بتخلي الفريق يفقد كتير قوي من خطورته، لانك بتلعب قدام فريق بيلعب زون ديفنس وبالتالي هو عايز الكرات الطولية ان هو بيقدر يستخلصها بسهولة. طيب ده كان الشوط الاول. الشوط التاني طبعا بعد ما نادي طنطا قدر بعد ضربة الجزاء اللي اتحسبت له ان هو يتقدم 2-1 كان طبيعي جدا، انا على فكرة نادي طنطا الناس بتعيب عليه ان هو رجع في الدفاع غصب عنه، ليه؟ نادي طنطا كان غصب عنه لازم يرجع للدفاع واحد طبعا، عشان اول حاجة عشان دقة بدنية، هو اللعيبة فعلا تعبت، اللعيبة عملت مجهود كبير جدا لغاية ما تقدموا، ما صدقوش ان هم بقدوم الدقيقة 65 متقدمين على الزمالك، فكان لازم طبعا الفريق يبدأ يرجع ويعمل الزون ديفنس، حتى لو كانوا تعادلوا ما كانوش هيزعلوا، ان هم اصلا ما كانوش متخيلين ان هم ممكن ياخدوا 3 نقط من نادي الزمالك. بس احيي بقى هنا كارتيرون على تغييرة عمر السعيب ان هو خرجه، صحيح ممكن بقى يعني واقعيا قدامك او منطقيا انت شايف ان الفريق بيلعب بدون راس حربة صريح، لكن مش فعلا عمر السعيب الشوط الثاني كان كل الهجمات بتقف عنده، ليه؟ نادي الزمالك الشوط الثاني لما كان بيحاول ينقل الكوره عمر السعيب ما بيتحركش من المساحه دي خالص، كان واضح ان هو مستسلم تماما للرقابه، كان كل الكرات اللي عليه الكورسات لنادي الزمالك كان بيعتمد عليها في الشوط الثاني ما كانش ليها اي افاده. نادي الزمالك فعلا بدا يبقى في تحرك وفي مرونه في الجزء الامامي بعد نزول الثنائي ونجم وزيزو وبعديهم مصطفى فتحي، والتغيير وهنا عمل تغييره مميزه جدا جدا لما دخل هو اسلام جابر كباك شمال، وبدا يعتمد ان هو هنا عنده جبهه من 2 فول باكس
قصدي اتنين يعني عن لعيبه عندهم قدرات هجوميه، وهنا جابها عند قدرات هجوميه وبدا يهاجم نادي طنطا بتسع لعيبه كامله زنقهم في نص ملعبهم، واستغل نقص اللياقه البدنيه في نادي طنطا. حد ده شفناها في الهدف الثالث، النادي طنطا فشل في ان هو يخرج الكوره من منطقه جزائه، رغم ان الكوره كانت قدام اللعيبه مرتين لكن ما قدروش. فعلا كان واضح جدا في مشكله لياقه بدنيه ظهرت بعد بالظبط الدقيقه 82. الفريق بدا ينهار، مش قادر ان هو يجري، واقف بس في نص ملعبه بيحاول يامن، ما بيقدرش حد يجري في نص ملعب نادي الزمالك او يحتفظ بالكوره. ليه؟ خلاص مفيش باور ان هم عملوا مجهود جامد. وبالتالي انا بشيد بالتغييرات اللي عملها كارتيرون في نهايه المباراه، صحح بيها الاخطاء اللي عملها في بدايه المباراه، لكن هو لازم يعرف المخاطره المره دي انك تلعب هذا الكم من اللعيبه مره واحده في ماتش في الدوري، اكيد ممكن تدفع ثمنه. المخاطره المره دي عدت بسلام، لكن مش شرط ان هي تتكرر مره ثانيه انها تعدي بنفس النتيجه، حتى لو انت بتلاعب فريق برده مش من العشرة الاوائل. ده كان تحليل مباراه طنطا والزمالك وبروف نادي الزمالك، واكيد طبعا بكل التوفيق لنادي الزمالك وكمون الزمالك في مباراه زيسكو الجايه يوم الجمعه في دوري ابطال افريقيا. شكرا جزيلا كريم سعيد.